وارجع لكم مره ثانيه. انا اعتذر عن هذا الانقطاع، ترى عادي بيحصل الايام هذه بالذات من الفتره هذه، اكثر سوشيال ميديا بيستخدم فيها اللايف انستغرام، عشان كذا يكون في ضغط، كلكم اكيد عارفين الشيء هذا. ولكن راح يكون معنا ان شاء الله الضيف اليوم، انا ابغى اطلع يعني لازم يطلع معي الضيف بصراحه يعني. طيب مين عندنا هنا؟ هلا والله يونس، اهلا وسهلا. بتول هلا وسهلا. مين كمان عندنا؟ مين كمان؟ اهلا وسهلا بكم جميعا، متحمسين للضيف اكيد. ضحى والله انا كان متحمس، بس كالعاده طبعا حنشوف ان شاء الله يكون الضيف معانا باذن الله، لكن الظاهر انه في مشكله بالاتصال، ندي نفسنا كمان شويه عشان يتصل يكون معانا ان شاء الله الضيف. السلام عليكم ورحمة عليكم الله السلام. وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. هلا جميع، هلا حبيبي. حبيبي فيصل، ألف مبروك أول حاجة على الأغنية الجميلة هذه. الله يبارك فيك. أول شيء أبارك، مش أبارك أنا لأن دوبي صاحي شايف الوضع شوية متلخبط. أول حاجة أحب أحييك وأحيي كل متابعي وياك جميل، صديق قديم ويمكن المصدر الرئيسي لأي شيء يخص بوليوود، فلذلك اليوم أعتقد أنه لهم نصيب كبير في المعلومات اللي هنتكلم فيها عن الأفلام الهندية وكثير من الأمور اللي خاصة بالهندي، مع أني مو متابع لأفلام هندية كثير زي ما أنت عارف، ولكن عندي بعض المعلومات فشوية شوية علي يعني. لا لا ما عليك، أنا معاك. وأصلاً فيصل أنا فاجأني مرة في أحد كنا مع بعض في برنامج لما اتكلم هندي، انا تفاجأت انه صح الكلام اللي بيقوله قليل، بس بيقوله هندي صح يعني. بحاول انا بحاول القط يعني، بحاول القط من هنا ومن هنا حبيبي. طيب اول حاجه فيصل، من طاقم وياك ومن جميع متابعين تطبيق وياك، الف مبروك على اغنيه لا تروح. يعني انا وربي انا الاغنيه لو اقول لك اسمعها في السياره وانا رايح، وصورتها مره سناب وكتبت الأغنية اللي يعني صح إنه هي من صوت مغني آخر وجميل، لكن كلماتها الواحدة خلتني كده أجيب فكرة جديدة وستايل جديد. يا حبيبي يا حبيبي، شكرا واحد على الستايل الجديد. الله يخليك. شكرا على الأغنية، شكرا على الكلمات الرائعة هذه. فصل من فين جتك الكلمات هذه؟ والله يا صديقي شوف، هو من زمان كان في كتابات تقدر تقول خجولة، كتيب مثل هذا أو إنه تلاقي على الجوال مثلا بكتب فيه كثير من الخواطر، هي تبدأ كخواطر بعد كذا نرتبها، يمكن قوافي تبدأ تترتب أكثر، تبدأ تأخذ معلومات أكثر عن كيفية كتابة الشعر، تشوف إذا أنت يعني عندك. أحياناً الواحد لما يكون في جوته أحاسيس كثيرة ويكتب يطلع معاه أشياء ما يتوقعها، فهمت كيف؟ فكانت التجربة موجودة من حوالي 3 سنوات بدايتها يعني. وكمان الأغاني اللي أنا كنت أتشارك فيها مع تركي الشريف، الأغاني اللي أنا غنيتها كنت بتشارك في كثير من كلماتها مثلاً أو في جزء منها، فهذا شوية شجعني. تركي نفسه، تركي الشريف شجعني بكثير من الأمور، عدل معايا وحاول يعني يسقل فيها هذه الموهبة، إلا ما الحمد لله ترجمت بأغنية لا تروح، كانت موجودة من فترة، ولكن كان المفترض أن سلطان يغنيها، بعد كده صار عبد العزيز الشريف هو اللي حيغنيها بشكل رسمي، وبعد كده رجعت ثاني مكتوبة لسلطان. يعني القصة دي أنا حاضرها من كده يعني بالتفاصيل، اللي راحت لسلطان بعدين راحت لعبد العزيز بعدين رجعت لسلطان، وأتوقع في شيء جديد اللي حينكتب لعبد العزيز إن شاء الله قريب. إن شاء الله بإذن الله حاول يعني قد ما أقدر. شوف أنا ما أبغى أركز على موضوع الشعر بشكل كبير، ولكن ما تدري هو الموضوع فعليا احساس، مجرد ما يجيك احساس تكتب. انا ما وصلت للمرحله اللي هي ابغى اكتب عن اي شيء اقدر اكتب عنه حاليا، بس مبدئيا ان شاء الله يعني ممكن اسمع قصه من احد اكتب، فاهم؟ ممكن اشوف فيلم يلهمني عن قصه واكتب فيها، ولعل هذه تكون تجربه. عندي الان اغنيه ان شاء الله قريب حتكون، هي التجربتين اليتيمه هذه،
اغنيه لا تروح، وفي الاغنيه الجايه ان شاء الله كمان اللي هي ان لي شاء الله. قبل عبد اكيد العزيز. اكيد الله يوفقك ان شاء الله. طيب بالنسبه للحجر الصحي، فيصل الزهراني كيف استفاد من هذا الحجر؟ وايش كذا حسيت انه طلعت معاك خلال الحجر ده حاجات موهبه اول مره تكتشفها انه والله انا عندي هذه الموهبه؟ اعتقد اكثر شيء الناس صادف معاهم في بعض الدول يعني، اللي هو موضوع مهم جدا، اهم من كل شيء في الحياة، اللي هو الموضوع المادي. يمكن قدرت اجمع شوية يعني، هذا اكثر شيء الواحد مبسوط فيه، لانه انت ما بتخرج كثير فما بتصرف كثير، فبتجمع مبالغ شوية لكثير من الامور في حياتك. الشيء الثاني تعلمت اطبخ، وهذا شيء يعني بصراحة ما كنت أتوقعه. I تعلمت respect أطبخ، والله نفس والله العظيم الشيء. تعلمت أطبخ طبخات جميلة، ويمكن بحكم إنه أنت جمي كنت عايش في جدة، فتعرف الأكلات الحجازية، منها المعصوب، الفول والتميس. أنت مستوعب إنه أنا عملت تميس في البيت نفس واو، هذاك، نفسه 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 والله نفسه. طب كيف الفرن والدنيا؟ بالفرن خلاص، حطه تحت، حطه فوق شوية على المطبخ. اشرح بشكل تفصيلي، ولكن يعني سويت العجينه بما فيها، خرمتها بما فيها، حطيتها بس فوق شويه يعني انحرقت اول مره، المره الثانيه ضبطت تمام. يعني والله المعصوب، عايش. معصوب ضبطته مره بشكل جميل جدا، ما تعتبر طبخات، ولكن رحت لطبخات ثانيه، اوكي، شيء دجاج، شيء كبسه، شيء صينيه بطاطس على صينيه مش عارف ايه، ففي شويه تطورات يعني في الموضوع هذا. اعتقد اني اقدر انجو الان لو كنت لحالي يعني. طب كويس، يور سرفايفر يعني. بالضبط، يور يعني كده انت ممكن امورك تمشي يعني، لا اي احد الحمد زعل لله. منك ولا حاجه تطبخ. هو ما اقدر اعيش اكيد لو احد زعل مني، ولكن يعني في الاخير. طيب فيصل، سؤال، هذا السؤال مني انا شخصيا، وقد كذا مره قول جاء لي. في بالي لما كنت اسمع اغاني، واغنيه بالذات اتمنيت تعمل لها فيديو كليب، اتمنيت اغنيه معطيني، أغنية، تعرف انه أغنية انا في معطيني أشكال البلوت كنت يمكن. اغنيها أيوة، كل لأنه الناس فيها تقول أشكال. معطيني اشكال، عارف كذا يعني. على فكرة تعرف إنه أظن، أعتقد والله أعلم، إنه الشاعر، طبعا نوجه له تحية، الشاعر يم، الشاعر يم هو نجدي أساسا، شايف؟ اوكي، فما يعرف كلمة أشكال إيش هي يعني. هو مصطلح في الأخير، هو مصطلح حجازي بما معناه إنه مطنشني او ايوه طنشني، صح اعطاني صح اشكل طنشني. صح فسمعها في يوم من الايام، كان في جده وسمعها، اظن الناس يلعبوا بلوت او اي شيء، المهم انه سمع الكلمه، قال ايش هذه الكلمه بحكم انه نجدي، حلو، فقالوا له هذه الكلمه يعني مطنشني او طنشني، فراح قال معطيني اشكال. معطيني اشكل. فهذا من ناحيه فكره الاغنيه في البدايه. بس الشيء الثاني اوكي اللي بقول لك عليه، ليش ما تسوي كليب؟ هو بشكل عام انا ما عملت ولا كليب الى الان. طيب، ومعطيني اشكل يعني، يمكن كان في مسابقة في بداية معطيني أشكل، ناس كثير عملوا كليبات عليها وفيديوهات، فأعتقد إنه فكرة الكليب، لأني ما كنت جاهز بشكل كامل وما كنت متفرغ لموضوع الغناء. أنت عارف إنه في كذا مجال، الإذاعة، التلفزيون، والغناء، شوية زحمة الموضوع، وزحمة شاب يعني، شاب بيحاول يكتشف نفسه في كل مكان، فلذلك يمكن ما صار موضوع الكليب. فصل لو حصل انه انت بتسوي فيديو كليب، مين تتمنى من البطلات والمسلسلات في الافلام الهندية تكون مشاركة معاك؟ تكون مشاركة معايا. يعني ما تخيلت، كاترينا. ولكن لا لا لا، ترى أنا على فكرة، شوف أنا خليني أقول لك شيء. أنا صح البيت عندي مثلا يتابع هندي بشكل كبير، ايه وعندي الوالدة الله يرحمها، كان عندها دولاب أيام الأشرطة، ايه كان الأشرطة هذه الأشرطة القديمة، يس يس ايه كان في كمية أفلام هندية ما تتخيلها كانت موجودة عندها، وهذا الشيء اللي خلاني شوية أبدأ أستوعب يعني. أنا على أيام أميتاب باتشان والأفلام القديمة، فبعد كده الموضوع تطور معي بأني أنا شفت كذا فيلم فقط. اوكي فيعني اختصر لك الموضوع، الانسان الوحيد اللي انا يعني احبه في بوليوود، واعتقد انه ممكن تكون في كليب، ممكن تكون في فيلم، وممكن اتابعها في اي فيلم، هي كاجور يعني. هذا اللي اقدر اقول لك عليه. يا اخي والله، شوف هذا يدل على الاصاله.
ترى يا يحتاجون حبيبي. اللي لهم في السينما الهندية بصمة إنه أبدا اللون ما كان يفرق في التمثيل. يعني كاجول، وفي أيضا من ضمن الممثلات اللي هي ريكها، أثبتوا إنه اللون الأسمر هو يعني ما يدل أبدا على إنه مثلا اللون ده ما حيكون ملفت أو دلوا على إنه قد إيش جميل على الشاشة. فعلا. كاجول لما بدأت تمثيلها ترى كانت سمرة سمرة سمرة. يمكن يعني انا ممكن ما شفت افلام كثير لها، بس انا ثنائيه شاروخان وكاجول هذه يعني هي اللي ممكن تخليني اتفرج او تلفتني اني اتفرج فيلم هندي، مش تنقيصا ابدا، ولكن يمكن هذه النوعيه اللي تعجبني من الافلام، افلام أكيد شويه أكيد. واقعيه. اكون صريح طيب معاك، انا في الافلام الهنديه ولا قطع كلامك، انا في اشياء انا ما احبها شخصيا، موضوع الرصاصة الطائرة، موضوع الشقلبة، موضوع السيارة اللي تلف وبعدين، فهمت؟ هذه أنا ما أحبها بصراحة في الأفلام الهندية. وأنا كم مرة أقول لك على هذا الموضوع حتى لما نتكلم عن الأفلام الهندية، بس الأفلام الواقعية اللي يكون فيها قصة تلامس المشاعر، هذه يمكن الأفلام اللي أنا أحبها. وعندي يعني هم يمكن فيلمين، أكثر فيلمين أنا أحبهم طيب في الأفلام حسن الهندية. الزهراني في يوم من الأيام هل حيغني هندي؟ والله بمساعدتك. لا من جد، يعني إذا لقيت إنه يعني في مغنيين، فلنقول بالأسماء زي مغني رمزي وغيره من المغنيين، أضافوا دائما في كلماتهم الإنجليزية كلمات هندية، فأدت عارف كده بهارة مع الأغنية. والله اشوف انا لاني ما اتقن الهنديه، يمكن هذا الشيء يعني كل شيء جديد انا منفتح له عادي، ما عندي مشاكل، ممكن ابدا اسويه، لكن متى ما تمكنت من الكلمات وكانت الكلمات بسيطه علي واللحن مناسب، يعني حاعمل كذا. في اغنيه على فكره دوبي تذكرتها جيمي، ايام ما كنا نشتغل في اذاعه واحده في جده، كان في أغنية انتشرت ذيك الفترة هندية، ما أدري إذا وايت أنت تتذكرها ديسكولافري بالضبط، هذه مرة كنت أعشقها، يعني الريتم حقها حلو. والجميل ان هذه اغنيه ترى اصلا من جنوب الهند، وعملوا منها فيرجن بالهندي. تخيل يعني انت تسمع لا الاغنيه هي انجليزيه، أيوه، تحسها انجليزيه بس الاكسنت والكلام. بس بالهندي كانت جميلة وضربت ضربة كبيرة جدا، وممكن كنا نشغلها كثير أيام الراديو في لما مهند كان كنا يقول لي لازم تشغلها، مهند لازم تشغلها، مدير الموسيقي مهند كان يقول فعلا. لي حملها، صح يقول لي حملها نظيفة، انت هندي لازم تطلعها نظيفة، اقول له طيب، يقول لي حملها نظيفة. فعلا فان شاء الله نشوف فيصل الزهراني بقالب جديد من الاغاني، اتمنى إن ان شاء شاء الله الله. بإذن طيب الله. نلعب معاك على السريع مسابقة اللغة الهندية، هقول لك كلمات تخمن كده ايش ممكن تكون معناتها. تمام. تمام، اول كلمة دل. ديل ايوه ديل ماري ديل ديل ماري ديل ماري ايوه ايش يعني تتوقع دل؟ في ديل ماري، في شيء ماري، في ماري بعدها ولا في ديل هو ماري؟ كثيرين يغنوها كده، لكن هي كلمة دل ايه لها معنى، هي احد اعضاء الجسم ومهم جدا في قلب الجسم. قلب صح. ايه. دل ديل يعني ديل قلب. بيار هي ديل بيار يعني ايش؟ بيار حب، صح. صح؟ دل يعني قلب. الله يا اخي، والله اقول لكم ترى فيصل الزهراني يفهم هندي يا جماعه. طبعا والله شوية يعني. فيصل انت احسن شيء فيك انك اهلاوي. يعني من المحاسن الجميلة اللي أحبها. والله انا، انت عارف انا لما سويت البوستر دولت على صور لك على التيشيرت الاهلاوي، لكن بعدين قلت لو راحوا البقيه مشكله، فخلينا على لا الصوره احنا الجميله اللي عندك طبعا اصلا. تحياتنا لكل مشجعي كرة القدم بكل انتماءاتهم، بس عاد القلب ما يعشق بيار وما يعشق لا بيارو ما يعشق. طيب الكلمة ديلو ما الثانية، يعشق. الكلمة الثانية إيش تتوقع معنى كلمة غانا؟ غانا. طب قولها كذا بمثال. غانا هذه حاجة أنت الفترة الأخيرة بديت تنزلها على اليوتيوب وبتعملها. غانا أغنية. صح ايه صح حلو. غانا، بس ما لاحظت إنه قريب من الكلمة نفسها غانا. ايوه غانا اغنية غنية صح غانا. تمام. اوكي. اخر حاجه، اخر حاجه اواز. قولها في جملة. انت اواز تبعك رائع جميل حلو. أدائك لا، اوازك صوتك رائع حلو. ها صوتك صوتك صوت والله اني فنان.
فاحنا قلنا اواز يعني اواز يعني صوتك، ودل دل يعني قلب، واخر حاجه واخر حاجه ايش؟ ايش كانت؟ مش فاكر. غانا غانا، غانا اغنيه اغنيه غانا اغنيه كده. كده اخذنا دروس مع فيصل الزهراني. فيصل اتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله يا رب. يا رب ان شاء الله اشوفك كمان قريب، طول ما احنا متواجدين ان شاء الله يعني في مدينه واحده نتقابل قريب ان شاء الله. والله يوفقك ان شاء الله سواء في مجال الغناء في مجال التقديم. فخور بك انا كجمال يا حبيبي جميل، واخو لك فخور ان انا اقول لي احد يا اخي فيصل والله نزل اغنيه جديده، فيصل عمل كده، فيصل سوى كده. فيصل ما شاء الله تبارك الله عملت مسلسل، انا الى اليوم اقول يا اخي والله المسلسل ده اتوقع لو فيصل كمان كمل كان عمل حاجات رائعه جدا. الله يسعدك. هو تجربه، هي تجربه كانت، ولا قطع كلامك، ولكن 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 ان شاء الله يعني في 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 كلام على على مسلسلات قريبا ان شاء الله، يعني مفكر اني اكمل واستمر. كلموني كذا جهه الان وقاعد احاول اشوف الانسب لي، ويمكن السنه هذه اللي انا حسيت نفسي جاهز لهذا الامر، لهذا السبب انه يمكن غبت لسنوات طويله عن الـ عن الـ ما كملت. لو تجيني انا شخصيا ما كنت مقتنع بالتجربه الاولى، ولكن ان شاء الله باذن الله يعني انا قاعد اجهز نفسي الفتره هذه كلها اني اكون كفؤ لهذا المكان او اكون قد المكان هذا. لسه ما بدانا شيء، ما وقعت ولا حاجه، ولكن في كلام مع جهات كبيره على ادوار ان شاء الله جايه. ما عندي مشكله اني ابدا حتى لو بدور بسيط، ولكن المجال هذا اعتقد انه راح يكون له مستقبل كبير مع اسمي، او انا لي مستقبل كبير في هذا المجال. هذا اللي يمكن المعنى اللي كنت بوصله. كلمه فيصل الزهراني لجميع متابعين تطبيق وياك. تابعوا كل جديد، دائما تابعوا جيمي، ويمكن ارشح لهم فيلمين بالنسبه لي انا احبهم هنديه. هم كابي كوشي كابي جم اظن، او خابي خشي خابي جم، وكمان ماي نيم از خان. هذه اكثر فيلمين هنديه انا احب اشوفها من فتره لفتره، وعلى فكره شفتها اكثر من 3 مرات الاثنين كلهم. فيمكن هذه الفيلمين اكثر فيلمين انا احبها. تابعوا كل جديد وياك دائما. الله يسعدك، شكرا يا فيصل، ويديك الف عافيه يا حبيبي، واكيد عيدك مبارك. الله يعافيك، وراحت عليك بس عيدك مبارك الان حبيبي. الله يسعدك يا جماعه حبيبي، مع السلامه. شكرا، باي باي. هذا كان لقاءنا مع الاعلامي الجميل والخلوق فيصل الزهراني. انتظروا دائما جديدا على تطبيق وياك في لايف جاي ان شاء الله مع زملائي ضحى واكرم. يعطيكم العافيه. خداها حافظ.